اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش هوت دوج بكريمه الكاتشب. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندوتش. مكونات الساندوتش: هوت دوج مسلوق، بصل مكرمل، كاتشب، كريمه لباني، مستارده، وشويه توم وشويه زبده، وهنستعمل طبعا شويه ملح وفلفل. سخن زبده، شوية ملح وفلفل، بصل المكرمل، ثوم، معلقة مستردة، كاتشب، شوية من الكريمة، كده ساندوتش جاهز، هوت دوج بكريمه الكاتشب. هنطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل ميلك شيك فراوله بالشوكولاته. المكونات: اللبن، بودره خفق، بودره كريمه خفق بمعنى اصح، شوكولاته مبشوره، شوكولاته قابله للدهن، فراوله، وشويه قهوه سريعه الذوبان، وموز. نجيب الفراوله، نحط اللبن، الموز، كريمه، قهوة، شوكولاتة مبشورة، نخليها للتزيين، شوكولاتة قابلة للدهن، معلقة كبيرة، نقفل ونخلط.
شوكولاته مبشوره كده. يبقى السموذي جاهز، فراوله بالشوكولاته، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا.